ثم قال الإمام المصير بعد هذا البيت: ومن يبع آجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سهم. طبعا الآخرة مؤجلة، كما أن ثواب الدين والعمل به مؤجل إلى الآخرة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، طبعا يوم الفصل لأنه يفصل بين المؤمنين والفاسقين، يفصل بين المؤمنين والفاسقين، ويفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. فالذي يبيع الآجل بالعاجل فقد خسر وبان له الغبن. الغبن هو يعني أن يبيع شيئا غالي الثمن بالرخيص بثمن بخس، هذا هو المغبون. يعني كأنه يعني ضحك على نفسه أو ضحك عليه الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له الدنيا وجعله يؤثرها على الآخر. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سهم. طبعا البيع يعتبر عاجل، والسلم اللي هو يعني بيع الشيء بالنسبه للحسيات، يبيع الشيء المؤجل، يبيع الشيء السلعه المؤجله بثمن عاجل. طبعا الاخره مؤجله، وظهور الفوز فيها مؤجل في الغيب. طبعا من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، اول صفه. لكن الذي يحب الدنيا يبيع الاخره ويعرض عنها ويشتغل بالدنيا العاجله، فهذا هو المغبون. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سهم، سواء باع الآخرة أو باع الدين. باع الآخرة لم يستعد لها، باع الدين أهمل الأوامر والنواهي. ولذلك القرآن قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يظهر المغبون ويظهر الرابح الذي تاجر مع الله تجارة لن تبور، كما قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: فللؤلؤ بحريك لان الحديد، ولمرجانهما معان ولمعان كل يوم يزيد. طبعا البحرين بحر الشريعه وبحر الحقيقه. فللؤلؤين بحريك لان الحديد، يعني بحر الحقيقه وبحر الشريعة، لأن الذي يعمل بالحقيقة والشريعة كأنه يلتقط اللؤلؤ الذي يضيء له. ولمرجانهما معان ولمعان كل يوم يزيد. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: فبإضاءة لؤلؤك ومرجانك تبصر أسرار دار
إضاءة اللؤلؤ والمرجان المستخرج من بحر الحقيقة ومن بحر الشريعة، تظهر أسرار الإسلام وأسرار الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى. يعني أن العمل بالإسلام والإيمان والإحسان هو الذي يحدث الفرقان في القلب، النور الذي يفرق به بين الحق والباطل. فالنور ده هو اللؤلؤ والمرجان الذي يعني يعمل الإنسان بالشريعة والحقيقة فيحدث له الكشف، الكشف المنجي والكشف الرحماني، وليس الكشف الشيطان الذي طبعا يغر صاحبه. كما قال العلم: هناك كشف شيطاني، يعني احيانا الشيطان ياتي للانسان المدعي ويقول له ويخبره بامور غيبيه عنه، فيظن نفسه انه من الاولياء والصالحين، فده رجل مغشوش، رجل مغشوش. لماذا؟ لأنه لا ينظر بنور الله تبارك وتعالى، وإنما الشيطان هو الذي يخبره، لأن إبليس يخطو من المشرق إلى المغرب في خطوة، يذهب إلى أي مكان ويأتي لصاحبه ويقول له: هناك كذا وكذا، وفلان ضرب أمك، فلان ضرب والدك، من ضرب زوجته، وفلان فعل كذا، فيظن المخبر انه صاحب كرامه، مع انه رجل غاش ورجل مغشوش. فيتمادى في هذا الامر ويدعي الولايه ويدعي الكرامه وهو رجل مخدوع مغرور معجب. أما أصحاب الكشف الرحماني كما قال الشيخ الله، يعني الولي الحقيقي يستحي من إظهار الكرامة، بل كما تستحي البكر من حلقته، ويحزن على وقوع الكرامة منه كما يحزن الغني على وقوع الغني منه. هكذا كان الشيخ رضي الله تعالى عنه يقول. قال: فلا تخرج من بحرك الاول وهو الشريعه بغير مهرك فعليه المعول، ولا من بحرك الثاني، يعني الحقيقه، بغير معرفه المثاني، يعني القرآن العظيم. يعني إياك أن تخرج من بحرك الأول بغير مهرك. المهر هنا العمل بالشريعة. العمل بالشريعة هذا هو مهر الشريعة. قال: فعليه المعرض، ولا من بحرك الثاني بغير معرفة المثاني. يعني أن الضابط في الحقيقة هو القرآن العظيم، خوفا من غش الشيطان. قال: فلا تغفل عن بحري شريعتك وحقيقتك حتى تنال منهما اللؤلؤ والمرجان، وبهما يكشف لك عن حقيقة الإنسان، يعني بإضاءة اللؤلؤ والمرجان. طبعا اللؤلؤ لكن عن النتيجة التي تحصل من العمل بالشريعة
والحقيقة. فينتفع المؤمن السالك بالعمل بالشريعة وبالعمل بالحقيقة، لكن مع الانضباط بالكتاب والسنة. لأن الشيطان له مداخل في هذا، وكذلك النفس الأمارة بالسوء. قال: وبهما يكشف لك عن حقيقة الإنسان، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، فإنك لا تفعل شيئا ما، وإنما الفاعل هو الله تبارك وتعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فإنك لا تفعل شيئا ما، يعني إلا بقوة الله وبمشيئة الله. ولذلك قال الشيخ: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني الشيخ بيستدل على يعني نفي فعل الإنسان وإثبات فعل الله تبارك وتعالى. هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حفنة من التراب ورماها على الأعداء في يوم بدر، وقال: شاهت الوجوه، لا يعلم الله إلا هذه المعاصي. فالله عز وجل هو الذي أوصل التراب لأعين الكفار وشغلهم، مع أن الذي أمسك بالتراب ورماه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للإثبات وما رميت إذ رميت، والنفي في أول الكلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني نفي وإثبات. وما رميت لكن بقوة الله رميت، وما رميت حين رميت. فالله تعالى هو الذي أوحى إليه أن تأخذ حفنة من التراب، وهو سبحانه هو الذي رفع يدك، وهو الذي أوصل التراب لأعين الكفار. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفي في أول الكلام وإثبات في آخره. هذا معنى: ولا تقولن لشيء إني فاعل، لأنك لا تفعل، وإنما الفاعل هو الله. ولذلك أمر بالاستثناء: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ولذلك لما نسي سيدنا سليمان عليه السلام المشيئة كما ورد في البخاري في تفسير: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انام، انه حلف لا يطوفن الليله على 100 امراه تلد كل واحده منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل ان شاء الله. فلم تأتي امرأة منهم بمولود، إلا امرأة جاءت بشق رجل، يعني جاءت بشق مولود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري قال: لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لو قال إن شاء الله، لكنه نسي المشي. طبعا النسيان وارد،
لكن علشان الإنسان برضه يأخذ من هذا أن الله تعالى هو الفاعل. ده السر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني في المستقبل، إلا أن يشاء الله. لابد أن تصل كلامك بهذا، لأنك كما يقول الشيخ لا تفعل شيئا ما، وإنما الفاعل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ تبديل طبعا قال خليلا، والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ليه؟ وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فهو الفاعل المختار والفعال لما يريد. أما أن مظهر من مظاهر يعني آثار القدرة، مظهر لأثر فعل الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل السنة كما يقول الشيخ اللقاني وخالق لعبده وما عمل، وخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. إشارة إلى قوله والله خلقكم وما تعملون، خالق للعبد وخالق لفعل العبد، سواء الفعل الذي يفعله أو النية التي في قلبه يخلقها الله تعالى. يعني يخلق الفعل ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. الشيخ طبعا بيركز على هذه النقطة. قال فإن أفنيت فقد شاهدت، ولا يكون ذلك إلا بفنائك. وإن شاهدت فما أفنيت، ويكون ذلك ببقائك. وعن الشيخ طبعا بيتكلم عن الفناء والبقاء، وهما يعني حالان، حالان من أحوال الصوفية. يعني تكلموا عنهما في كتبهم، في الرسالة الشهرية وفي غيرها من الكتب. فقالوا الفناء يعني هو تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية تخلقا بأخلاق الله تبارك وتعالى دون الذات. طبعا ليس معنى الفناء أنك يعني تفنى في ذات الله تعالى فتصير ذاتك، أو تصير ذات الله ذاتك. هذا اتحاد وحلول ليس عند عقيدة المسلمين، هذا كفر وإلحاد والعياذ بالله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الصفات المذمومة حينما يبدلها العبد بصفات محمودة، صفات ربانية، صفات إلهية بما يليق به، يليق بالعبد. فكلما ارتفعت صفة قامت صفة الإلهية مقامها. وهذا معنى الحديث الذي في البخاري في سيدنا أبي هريرة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي
يبطش بها ورجله التي يمشي بها. في بعض الروايات غير البخاري وفؤاده الذي يعقل به. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الشيخ رضي الله عنه قال لأن هذا الحديث يعني من المتشابهات في معناه، يعني ممكن واحد طبعا يستدل به واحد من أهل الضلال أن الله يحل في العبد في جسم العبد، ممكن واحد يعتقد هذا أو يظن من الناس الذين يتكلمون في التصوف من غير علم يقول هذا الكلام ويظن أنه من المحسنين المفتوح عليهم، لكن هذا ضلال. ليه؟ لأن القديم لا يحل في الحادث، وإنما الرب رب والعبد عبد، هذا عبد وهو ربك سبحانه وتعالى، فكيف يحل الرب في العبد؟ هذا طبعا الأمر بعيد ومستبعد ولا يصح أن يعتقد. ولذلك الشيخ قال معنى كنت سمعا الذي يسمع به، قال أي كان حبي في سمعه وبصره ويده ورجله وقلبه، قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذا معنى الحديث كنت سمعا الذي يسمع به، أي كان حبي في سمعه وبصره ويده ورجله وفؤاده. وهذا برضو يعتبر معنى الفناء، لأنه طبعا لما يكون الإنسان يحب الله تعالى فكل أفعاله تكون محمودة، لأنه لا يقول ولا يفعل ولا يعتقد إلا ما يحبه الله تعالى، لكن بشرط أن يتحقق العبد يعني بأوصافه الحقيقية، الأوصاف الحقيقية التي قال عنها الشيخ أحمد بن عطاء الأسكندري رضي الله عنه في حكمة من الحكم، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بفقرك يمدك بغناه، تحقق بضعفك يمدك بقوته، تحقق بعجزك يمدك بقدرته. هذا معنى يعني معنى التبديل. ليه؟ لأن الإنسان طبعا كما أخبر عنه القرآن إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني دائما الإنسان يظن في نفسه الغنى وأنه قوي وأنه قادر، لكن حينما يتحقق بالوصف الحقيقي الذي خلقه الله عليه أمده الله عز وجل بوصفه، لما يقول أنا الفقير يمده الله بغناه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى. يتحقق بالفقر يمده بالغنى، يتحقق بالعكس يمده بالقدرة، يعني أنه غني بالله أن يقول هذا، قادر بالله عز وجل، عزيز بالله تعالى. هذا معنى يعني التحقق بالأوصاف، بالأوصاف الحقيقية التي خلقها الله عليه. فإذا ضحك عليه الشيطان وأوقع في نفسه أنه قادر أو أنه غني أو أنه
قوي يبقى يحتاج إلى مجاهدة النفس في تبديل هذه الصفات، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله غني حميد سبحانه وتعالى. ولذلك وقيل في الفناء سقوط الأوصاف المذمومة والبقاء بعكسه، التحقق بالأوصاف الحسنة المحمودة. وقيل الفناء أي الغيبة عن الأشياء كلها، كما كان فناء سيدنا موسى عليه السلام حين تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، يعني أن سيدنا موسى عليه السلام غاب عن جميع الأشياء فخر صعقا. قالوا علامة فنائك عنك وعن هواك هو ترك التكالب والتعلق بالسبب في جلب النفع ودفع الضر، هذا علامة الفناء، فنائك عن نفسك، يعني أنك لا تعتقد في السبب في أنه يجلب لك نفع أو يدفع عنك ضرا، وإنما النافع والضار هو الله تبارك وتعالى يدفع عنك الضر ويجلب إليك النفع بعزه وقدرته سبحانه وتعالى، وهو القوي القادر. بل كما لو كنت مغيبا في الرحم، يعني كأنك في بطن أمك لا حول لك ولا قوة، علامة الفناء، الفناء عن النفس اللي هو بمعنى عدم الاعتماد على السبب وعدم التعلق به واعتقاد أن التأثير لله تبارك وتعالى وليس للسبب. وعلامة فناء إرادتك بفعل الله تعالى هو أنك لا تريد ولا يكون لك غرض ولا تقف لك حاجة ومراد إلا ما أراده الله عز وجل، وهذا موجود طبعا في القرآن الكريم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذن فلا مشيئة لك ولا إرادة لك، لأنك فان والله عز وجل هو الباقي سبحانه وتعالى. يعني فلا إرادة للمخلوق الفاني مع إرادة المولى الباقي تبارك وتعالى. قال فيجري فعل الله تعالى فيك فتكون أنت إرادة الله وفعله، ساكن الجوارح مطمئن الجنان مشروح الصدر غنيا عن كل شيء بخالقك سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذا يعني حال الأنبياء والمرسلين وحال العارفين. ولذلك ورد أن سيدنا جبريل عليه السلام حينما جاء إلى سيدنا إبراهيم وهو ملقا في النار وقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. شوف الفناء، هذا هو الفناء،
الفناء عن الأسباب. ولذلك كما ورد في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قالها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقالها سيدنا سعد ابن أبي وقاص حينما كان ذاهبا إلى القادسية، وجاء عند نهر ذكنة فأراد أن يعبر النهر، طبعا لا يوجد لا نفق ولا كبر، ماذا يصنع؟ فقال: التصقوا، قال للصحابة يعني التصقوا عشرة عشرة، يعني تجمعوا عشرة عشرة، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعبروا نهر دجلة بقول الحق: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حتى إن أحدهم ذكر هذا القصة الإمام حبيب الله الشنقيطي في زاد المسلم في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه، حتى إن أحدهم وقع منه قدح يشرب فيه الماء في وسط النهر، ورجع فأخذه. انظر إلى الثقة، يعني ليش إحنا عادينا خلاص، لا، رجع وأخذ قدح الشرب. أصبح البحر يابسا تحت أرجلهم بقوله حسبنا الله، يعني كافينا الله. هذا معنى حسبي الله، يعني كافيني الله ونعم الوكيل، لأنه تبرأ من حوله وقوته ووكل الله تعالى في إنجائه. انظر إلى المؤثر والتأثير للمولى تبارك وتعالى، والفعل في التأثير ليس إلا الواحد القاهر جل وعلا. بالله عليك، لو واحد يعني إنسان ويريد يعني أن يدخل الماء بحوله أو بقوته، أول ما يحط رجله يكون في القاع تحت، ها؟ هروح فين؟ يعني زي المسمار، انزل في قاع البحر. لكن شوف التفويض، التفويض، تفويض الأمر إلى الوكيل القادر المقتدر، لأنه طبعا هو الذي خلق البحر وخلق سيولة الماء، فيجمد الماء بكل فيكون سبحانه وتعالى، كما سلب الإحراق عن النار بقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عشان كده أهل السنة قالوا يعني ما فيش شيء أبدا يؤثر بطبعه ولا بقوة أو تعاطف، يعني النار لا تحرق بطبعها ولا بقوة خلقها الله فيه، وإنما يخلق الله الإحراق عند مس النار، ويخلق الريع عند شرب الماء، كذلك سيولة الماء خلقها الله. لكن لما الصحابة رضي الله عنهم فوضوا الأمر إليه في عبور النهر جمد لهم الماء، صارت كالثلج وكالأرض تحت أرجلهم، تبرأوا من حولهم وقوتهم ولجوا إلى الحول والقوة وتوكيل المولى في مرورهم وإنجائهم.
هذا هو الصدق، هذا هو الصدق، الصدق في العقيدة، هذا هو الاعتقاد. وحسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد مع حسن التوكل على الله تبارك وتعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: فإن أفنيت، يعني إن أفنيت أوصافك شاهدت الله تعالى. ولا يكون ذلك إلا بفنائك، يعني عن نفسك، تفنى عن نفسك تشاهد ربك، تتبرأ من حولك وقوتك، ترى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. لكن إن شاهدت نفسك، بل وإن شاهدت فما أفنيت، يعني إن شاهدت نفسك فما أفنيت صفاتك، ويكون ذلك ببقائك. بل فعجيب أمرك فاعجب منه، ولا تعجب من سواك، ولا يشغلك ما أشغل غيرك عمن سواك. يعني كما قال الحق: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعجيب أمرك فاعجب منه، يعني انظر إلى نفسك وقل: سبحان خلاق العظيم، لأنك أثر من آثار قدرته سبحانه وتعالى، وأنت لا حول لك ولا قوة. فعجيب أمرك فاعجب منه، ولا تعجب من سواك، ولا يشغلك ما أشغل غيرك عمن سواك، يعني الدنيا. فما أنت إلا دليل لغيرك، دليل لغيرك عليه سبحانه وتعالى. يعني خلق الإنسان هذا دليل على الله تبارك وتعالى، ودليل على وجوده. فما أنت إلا دليل لغيرك عليه بما أبدعه منك سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه البديع الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وانظر إلى نفسك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. شوف، انظر إلى عموم الخلق، تجد العينين سواء، تجد الأسنان متساوية، تجد الأنف مستوية، تجد الأذنين مستويين، وهكذا، وكذلك اليدين، وكذلك الرجلين، كل شيء ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما ينظر إلى نفسه يعرف الله تبارك وتعالى. لذلك قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أبصروا. قال: فكيف تحجب بك عنك، كيف تحجب بك وأنت أثر كن فيكون، يعني كيف تكون أنت حجابا لنفسك عن نفسك، كيف مع أنك أثر من آثار قدرتك.
ويقول لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا والله أعلم وأحكم.